فهذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات، أي فقط، يعني لم أصلي غير المكتوبات، المكتوبات لي صلوات الخمس، واختلف أهل العلم في صلاة العيد هل هي من المكتوبات أو أنها من تدخل في النوافل، يعني تكون فرض كفاية أو فرض أو سنة أو كذا، لكن يريد المكتوبات ما فرض الله عليه سبحانه وتعالى وهي الصلوات الخمس. أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان فقط، لم يصم عاشوراء ولا عرفة ولا الأيام البيض ولا ست من شوال ولا شيء أبدا، فقط صام رمضان فقط، ومفهوم كلامه أيضا أخرجت الزكاة ولم يعني أتصدق، وحججت حجة واحدة وعمرة واحدة ولم أحج غيرها ولم أعتمر غيرها، يعني فقط أتيت بالفرائض وامتنعت عن المحرمات، أحللت الحلال حرمت الحرام، أحللت الحلال اعتقدت حله وحرمت الحرام اعتقدت تحريمه وابتعدت عنه، أدخل الجنة؟ قال نعم أدخل الجنة. مما يدلك على أن طريق الجنة سهل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شفت خيط النعال خيط الحذاء كم يبعد عنك؟ ولا شيء، انزل شوية تلمسه، الجنة قريبة جدا أقرب من هذا، مجرد أن تؤدي الفرائض وتبتعد عن المحرمات أنت من أهل الجنة. هذا إذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة في أي مكان منها. أما أصحاب الهمم العالية فأمرهم مختلف، ككعب بن سو رضي الله عنه، الأنصار لما قال النبي الأسلمي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني ما شئت، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ليس فقط الجنة، يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، لا يكفي أديت الفرائض، لا يكفي صليت المكتوبات، أعني على نفسك بكثرة السجود. وأصحاب الهمم العالية يعني ما يدخلون في هذا الحديث، وإنما هذا الحديث لأصحاب الهمم الأقل الذين يريدون النجاة والسلامة، مثل ما يقولون طراف الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة. دائما الإنسان يطلب المعالي، يطلب الأعلى ويجتهد على نفسه، لكن هناك من الناس اللي هو نحسن ما يكون، المهم لا أدخل النار هذا أهم شيء، والجنة أسأل الله أن يدخل الجنة بتوحيدي، أنا موحد لله الحمد لله والمنة، ثم أؤدي الفرائض أبتعد عن المحرمات، أي مكان في الجنة ما عندي مشكلة. فالناس يتفاوتون في هذا. طاووس بن كيسان اليماني رضي الله عنه ورحمه تابعي جليل، كان يصلي الليل حتى يتعب من طول القيام، فكان يضرب فخذه بيده والتحملي: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. هذا صاحب همة عالية يريد أن يزاحمهم إلى النبي، يقترب قدر ما يستطيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ويشبه هذا الحديث الحديث في الصحيحين هذه الطلحة، أنه جاء رجل النبي ثائر الرأس فقال: يا رسول الله ماذا علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتخرج زكاة مالك؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتصوم رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد. ما في تطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أيضا ما أقصر، يعني سواء في فعل هذه أو في فعل المحرمات لا آتيه. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص،
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح والله إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فطريق الجنة سهل جدا، لكننا نحتاج إلى النوافل، لأنه قد يكون هناك نقص في الفرائض، نحتاج إلى النوافل لأنها فيها رفع الدرجات في الجنة، لأن الجنة درجات ليست على درجة واحدة، ما بين درجة ودرجة كما ترون الكوكب الغابر في السماء، ما بين درجة ودرجة في الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. نعم.